What? السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد المصري من كيوتيوب. فيديو اليوم فيديو كتير حلو، فيديو شيق جدا، تابعنا للآخر وما راح تندم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يلا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو اليوم كتير شيق. معانا اليوم فيديو تمام أشخاص، هدول الأشخاص طبعا من إحدى دول شرق آسيا وبأكلوا الأفاعي وبيض الأفاعي، تمام؟ شيء مقزز جدا. طبعا زي ما انتم شايفين طلعوا قاعدين حاليا بطهوا الأفاعي. يا الله شو هاد أفاعي، هذا البيض، هذا بيض الأفاعي. شوف 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 كيف منظره. يا الله شو بيعملوا هدول الناس. يا الله شو هذا، شايفين طلع أفاعي مشرحينها ومطلعين البيض منها، فبحطوا البيض مع الأفاعي وبحطوه بدهم يطبخوه وبدهم يأكلوه. شوف شو هاد، كيف هدول عايشين، شو بأكلوا هدول، شو هاد. يا الله بيض الأفاعي طلع بيضها برتقاني، سبحان الله لون برتقاني طلع. وبيقطعوا بالأفعى، بيقطعوا بالأفعى. يا الله بيقطع بالأفعى، تقول بيقطع سمك، بيقطع طلع بيقطع في ديلها. يا الله شوف 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 شو شو هاد. لا ورمى الديل، يعني رمى الديل الراس، رمى الراس رمى الديل عادي، سمك بقطع سمك بقطع لحم. شوف 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 سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. اخي فيها عن جد بعيش كثير بشوف كثير، اللي بعيش كثير يعني بعيش كثير بشوف كثير، سبحان الله. ناس بتاكل افعى وبتاكل البيض تبع الافعى، بقطع في السمك تقول بقطع سمك، بقطع بالافعى تقول بقطع السمك، سبحان الله. يا اخي شيء عجيب، شيء عجيب. شوف كيف، شوف المنظر كيف، بيض أفعى مع جسد الأفعى. الله الله. وبقطع بطاطا كمان، بقطع بطاطا يعني طبخة كاملة جدا. المكونات عبارة عن أفعى وجلد أفعى وبيض للأفعى، تمام، وبقية المكونات بطاطا وبهارات وبصل. ايوه طبعا تم تجهيز الوعاء حتى يطبخوا فيه ومولعين نار. طبعا هذول الاشخاص بدائيين في احدى دول شرق اسيا. طبعا هذا الشيء اكيد موجود فعليا، وهناك اشخاص في الاماكن البدائيه جدا هذه، يعني هذه الطبخه ربما تكون عندهم طبخه مميزه جدا، يعني جلد افعى مع بيض افعى. طبعا كل الاحترام لثقافه الشعوب وعاداتها. طبعا هذا الفيديو مجرد فيديو عبارة عن شيء غريب، احنا غير يعني غريبية البشر غير معتادة على هالشيء. حلو الواحد انه يتنور ويشوف الثقافات الاخرى وكيف تتعايش. خلينا نتابع الفيديو. هذا السمك، بصل او ثوم طبعا، حتى عادي يعني طبخة رسمية، ثوم بصفح الثوم وبضيف المكونات للاكلة، بصل خضار فلفل، اكلة كاملة جدا. يعني ربما هذه حسب يعني عاداتهم او تقاليدهم تعتبر اكل غني جدا، ربما تحتوي على بروتين او يعني معادن وفيتامينات ضروريه. الان بضيف الافعى، بضيف الافعى المقطعه، نعم بضيفها الان. يا اخي يا الله سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يا ما في الدنيا اشياء غريبة واكلات غريبة. طبعا النار مولعة تحت الاكل، ضاف الاكل، ضاف الاسماك، والان بضيف البيض، بيض الافعى. شوف بيض الافعى بعد ما نضف البهارات كيف اصبح شكله. يا الله بيض افعى والملح، بضيف ملح على الاكل.
وبعض الأشياء الثانية، يعني ضاف عليها مكونات أكلة. يا رب سبحانك يا رب. أوه يا الله، بكلوها، بكلوا الأكل اللذيذة تاعتهم هذه. سبحانك يا رب.